أزول فلاهون أحلى سوسيترز في الكون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورت، تفاصيل نهاية برنامج كيبين أب وذ كارداشيانز بعد 20 موسما. بعد 20 موسم ينتهي كيبين أب وذ كارداشيانز مع بث الموسم الأخير في أوائل عام 2021. اتخذت العائلة كارداشيان جينر هذا القرار وأعلنت عنه يوم الثلاثاء الماضي. تقول العائلة الشهيرة في بيان مشترك وقعته كريس جينر، كورتني كارداشيان، كيم كارداشيان، كلوي كارداشيان، روب كارداشيان، كايلي جينر، سكوت ديسك وكيندل جينر: بقلوب حزينة نقول وداعاً لكيبين أب وذ كارداشيانز. بعد حوالي 14 عاماً، 20 موسماً ومئات من الحلقات، قررنا كعائلة إنهاء هذه الرحلة المميزة للغاية. نحن ممتنون للغاية لكم جميعاً لأنكم تابعتمونا طوال هذه السنوات خلال الأوقات الجيدة والأوقات السيئة، أوقات السعادة وأوقات الدموع والعديد من العلاقات والأطفال. سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين قابلناهم على طول الطريق. شكرت العائلة قناة إي فريق الإنتاج من ري بانيم وراين سيكريست الذي كان منتجا تنفيذيا في العرض منذ البداية. إي أصدر بيانا رسميا لمجلة فرايتي بخصوص انتهاء العرض الضخم الذي ساعد في تحديد الشبكة كوجهة تتجاوز الأخبار الترفيهية على مر السنين. مع كيبين أب وذ كارداشيانز كسلسلتهم الرئيسية غير المسجلة أو كبرنامج الواقع الناجح، يقول البيان: لقد كان البرنامج سلسلة تعرض حياة هذه العائلة على مر قرابة 15 سنة معكم جميعا. استمتعنا بمتابعة اللحظات الحميمية التي شاركتها العائلة بشجاعة من خلال السماح لنا بالدخول إلى حياتهم اليومية، بينما كان امتيازا مطلقا وسنفتقدهم بكل إخلاص. لكننا نحترم قرار الأسرة بأن يعيشوا حياتهم بدون كاميراتنا. حققت كيبين أب وذ كارداشيانز نجاحا هائلا على مستوى العالم للشبكة التي تبث تكرارا باستمرار ولم تدفع فلسا واحدا مقابل هذه الحقوق. في عام 2017 شبكة إي وقعت صفقة ضخمة مع العائلة لمدة 3 سنوات مع استمرار العرض حتى عام 2020 بقيمة كبيرة في ذلك الوقت. قال المطلعون على مجلة فرايتي إن قيمة صفقة التجديد أقل من 100 مليون دولار، على الرغم من أن تقارير أخرى ذكرت أن قيمة الصفقة تصل إلى 150 مليون دولار. تم إطلاق العرض الأول عام 2007 وحول عائلة كارداشيان جينر إلى نجوم عالميين مع مشاريع كاملة: خطوط الملابس، شركة مستحضرات التجميل، التطبيقات الهاتفية واهتمام الصحافة الذي لا ينتهي في كل تحركاتهم. عندما ظهر العرض لأول مرة عرفت كريس جينر المعروفة الآن بكونها واحدة من أكثر سيدات الأعمال ذكاءً في الصناعة، كما انتهى الأمر بزوجها السابق كيتلين جينر ببطولة فيلمها الخاص لقناة إي أنا كيت، والتي وثقت انتقالها إلى امرأة متحولة جنسياً. نزل الخبر على الفانس كالصاعقة وعبروا عن صدمتهم الشديدة حول انتهاء هذا البرنامج الترفيهي الذي كبر به بعضهم على مدى 15 سنة. وهناك من قال: أرجوكم أخبروني أنكم تمزحون فقط، لا أصدق هذا، كيف تنهون برنامجا ناجحا؟ وهناك من احترم فكرة أنهم يريدون عيش حياة عادية بعيدين عن الكاميرات التي تسجل كل حركة. وأنتم ما رأيكم أصدقائي؟ شاركونا رأيكم في تعليق. شكرا لكم على المتابعة، نحبكم.